this vast and monumental scenario that you have around you. And perhaps you think that you can understand art, but who does? But who can understand art? If we cannot understand life, and art is only a reflection of life. Important film for culture, and symbolism. والأكثر حاجة اللي تربطني في الكتورة ده جورج هو الصليب. الصليب اللي كل ميهن واحدة منا نجره في المتريج هيا نزلهم أتبطلوه ممش ترافيك لايتس وجورج خال كل ميهن ميهن نسيكتر جورج هو أرتيست قالوا له عنده أكثر منشنية أكثر يصوفري أكثر يفتوروه جورج هو أرتيست فيرو أرتيست اللي ما يمتيرش بيش عمل الفلوس ينا افتديرو شين جايتاو نستنيدا ينا تو جورج خلينا بطورة المزيق ودلو عدين تورينا قال لي قلتلو كان تاني بريتس اللي بس يقول لي بيش نيش داك هو جورج بس يقول لي بيش نيش وتجي السمبيجي دانا جورج اللي تعملو كبير جورج هو أرتيست جديد كبير حفنا جورج عمل النتشة فيه في الستوريا تاع معطينا مبور حفنا كمان أرتيستي طيبين في الجزيرة